سلا كوكتيل مادموزيل على الله يجي فايدة. بس يا ابني كان بيقول لك ايه؟ لا هو بيقول ان هو ارتاح لك قوي يعني. لا انا ما قلتش كده، انا بقول على الله يجي فايدة يعني. يلا روح روح شوف وراك ايه. يلا والله الحقيقه الاوتيل كله ارتاح لك يا انسه رئيسه. والله ده احنا هنريحكم كلكم. نعم؟ ها؟ لا ايه لسه خايفه برضو يكون في خمره؟ لا جواف على منجا. على شويه كحول خفاف كده. واه لا بهزر معاكي بهزر معاكي. برتقان اهو. برتقان وفي فراوله كمان. ايوه فراوله. بتبص على ايه؟ امال فين الكاسيات العاريات؟ نعم يعني فين الحريم اللي لابسين لباس البحر؟ لباس البحر؟ انا اعرف كلب البحر، انما لا مؤاخذه لباس البحر دي ما اعرفهاش. يعني فين الحريم اللي بيلبسوا لا مؤاخذه المايوهات؟ لا ما احنا عاملين هنا نظام للاوتيل، الرجاله بينزلوا لوحدهم. والحريم؟ لا ما هناش في اول يومين دول، ما فيش حريم في الاوتيل غيرك. يعني لا منكر ولا كاسيات عاريات. هو حضرتك جايه تبوزي عندنا؟ جايه تفقدي عندنا يعني؟ استغفر الله العظيم، لا طبعا. على فكره احنا اوتيل محترم انسه الرئيسه. الظاهر كده فعلا فندق محترم يا استاذ فايز. لا مش فايز، فارس. عايزه تفتكريها فارس. بصي بقى بصراحه اخلاقك الجميله دي شجعتني ان اقولك على حاجه حلوه قوي. اتفضل خير. تقبلي تتجوزيني؟ هو في ايه؟ انت بتبص على ايه؟ حضرتك بتكلمني انا؟ ايوه. هو في غيرك؟ انت بتقول لي انا الكلام ده؟ ده انا واصله ما بقاليش ساعه. لا ما احنا يعني احنا هنتخطب الاول وبعدين نتجوز كمان ساعه. اخش دنيا؟ ده انا جايه عشان اخش اخره. افندم معذره، اصلي ما بفكرش في الجواز واصل. معقوله؟ معقوله واحده في جمالك ورقتك وطعمتك دي مش بتفكر في الجواز؟ انت بتبصي في... انا بقول لك انت بتقولي انا؟ بس الدنيا دي ما فيهاش حاجه تستاهل ان احنا ندخلوها غير الجهاد في سبيل الله. ما احنا هنتجوز يعني هنجاهد برضه وهنخلف وهنجاهد ونخلف نجيب عيال كتير ونتعب في تربيتهم. كل ده جهاد اهو. عارفاش اقول لك ايه؟ انا هدفع 100,000 جنيه مهر و100,000 جنيه زي يوم مؤخر و50,000 جنيه شبكه. واه هتتجوزني بربع مليون جنيه؟ ايه قليلين؟ خلاص نخليهم نص مليون جنيه. واه واه ايه مالك؟ واه الجوافه فيها خمره؟ الجوافه؟ في دختي من الجوافه ولا ايه؟ لا ممكن تدينا فرصه افكر؟ ايه؟ قصدي يعني افكر. ماشي خدي راحتك على الاخر. انا هديك نص ساعه. يا اهلا وسهلا يا اهلا بشاينا وناس شاينا، منور الدنيا كلها يا فندم. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الرشاقه دي؟ الله الله. شكرا انت ترغي كثيرا، لماذا كل هذا الرغي؟ احنا في عيد يا فندم النهارده، انا اول ما شفتك قلبي انشرح لك. ايه الجمال ده؟ شكلها هتصهلل معاك يا سعده ولا ايه؟ السلام عليكم، تحياتنا هي السلام كما ترى. ايه مرت الكومبك ده؟ فعلا هذه فراسه اهنيك عليها. أنا فعلاً من نورتك كومباكت، ولكن أنا قريب سب زيرو. نورنا يا فندم، نورنا. سعيد، أنت جايبينها سلاح من الصين؟ يعني أنا كنت جايبه من بيتنا؟ أيوه بس هو في صيني عنده شنب كده؟ يعني مفيش رجالة في شنبات في الصين. طب ماشي يا سيدي، الأطوال دي موجودة في الصين؟ ما في سور الصين العظيم. أيوه صح، أنت بتهبد يا سعيد، اسكت خالص، اسكت. يا فندم حضرتك نورتنا ونورت مصر ونورت الغردقة ونورت القاهرة. القاهرة، يا سلام. القاهرة ونيلها، وليلها وطول لياليها. أنا أخب مصر كتير وأخب عمرو دياب. هذه فراسة أهنيك عليها،
والله لا خبك موت واخب برج الخوت. الخوت صح؟ الحوت يا فندم. يونج يونج. انا شفت وقعنا بقى. يونج يونج دي انا فاهمها ازاي؟ انت بتفهم صيني؟ ما انت عارف الصيني بتاعي مكسر. طب بيعرف يتكلم انجليزي؟ ما انت عارف الانجليزي بتاعي متدمر. يعني انت مش عارف اي حاجه خالص؟ لا عارف. ايه؟ شكله كده جاي يشرب حاجه. انت صح، الراجل خد الطياره وشنطته وجي لغايه هنا عشان قادر ياخد القهوه بتاعته على الدنيا. ده انا هعيط منك بالدموع. دموع. دايما دموع دموع دموع. انت خيب محمد ضحي. عذرا هذا حماده هلال. وهنئك هذه فرصه منك. يونج يونج. لا انا مش هفهم يونج يونج دي. طب انا هتصرف. عدوي. تعال عدوي. ايه مشيت؟ انت مش كنت مصاحب واحد صيني في الفجر؟ ايه ايه؟ ما هذا؟ اتربون عدوي هنا؟ نعم نربي عدوي هنا. ولكن هذا من النوع الشرس، ممكن ان يهبش في الزبون. لا انه لا يهبش في الزبون، انه اليف جدا. عدوي انت مش كان ليك واحد صاحبك صيني في الفجر اللي فات الصيني؟ اه الله يرحمه، مات في عز شبابه والله. كان مات عنده كام سنه؟ 101. لا فعلا في عز شبابه. ممكن تشوف الراجل عايز ايه؟ يا جدعان انتوا صدعتوني. في اوضه سنجل ولا اتجنن عليكم؟ ده صيني الطلبيه؟ فعلا هذه فراسه اهنيك عليها. انا كنت اعيش في الطلبيه وفيصل والاماكن الضحله. اذا نعرف نتعامل مع بعض. حضرتك الغرفه عايزها سنج سنج ولا دونج دونج؟ دونج دونج. مام مام ولا بح بح؟ بح بح. دفع دفع كيف كيف؟ دفع دفع فيش فيش. انه يقصد طريقه الدفع. فيزا ولا كاش ولا شيك شك شوك؟ شيك شك شوك. انا لا افهم شيء من هذا العدو. عذرا عذرا انت بتدخل. انت عارف تكلم صيني يا ابني؟ انت اسكت انت. اتفضل يا فندم. كارت كارت. شكر شكر. عفو عفو. اوضه اوضه. وصل وصل. هري هري. غريبة إن هو فهمنا. معقولة؟ معقولة واحدة في جمالك ورقتك وطعمتك دي مش بتفكر في الجواز؟ أمال لو كان شافك من غير حجاب يا رئيسة كان قال إيه؟ كان اتجنن. واه بعد أهالك يا رئيسة. كلامه الحلو نساك البلوة اللي أنت لابساها ولا إيه؟ الفندق الملعون ده تفجري نفسك في وسطيه. الفندق اللي بيبيع الخمور، اللي بيستقبل السائحات الكاسيات العاريات، اللي بيسهل الدعاره بكل اللغات. لا ما هناش في اول من دول. مفيش حريم في الاوتيل غيرك. امامك دقائق معدوده وهتبقي في زمره الشهداء الصالحين. ما احنا هنتجوز يعني هنجاهد وهنخلف وهنجاهد ونخلف نجيب عيال كتير ونتعب في تربيتهم. كل ده جهاد. ما تقلقيش على عبد القوي، قدمنا له في مدرسة عثمان محرم الابتدائية المشتركة. أنا هدفع 100,000 جنيه مهر، و 100,000 جنيه زي يوم مؤخر، و 50,000 جنيه شبكة. واه! سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرى إيه يا أخت رئيس؟ أنت لسه عايشة؟ أنت ليه ما فجرتيش نفسك لحد دلوقتي؟ أصلي ما شفتش عنديهم لا خمره ولا كاسيات عاريات. ما هو انت مش هتلحقي تشوفي كل ده في ساعه واحده. كل ده جاي في السكه. اتكل على الله يلا وفجري بسرعه. انا اصلي اول مره افجر خايفه قوي. يا اختي رئيسه ما احنا شرحنا لك الحكايه سهله خالص في خطوتين. اول خطوه هتقتحمي، الخطوه الثانيه بهدوء تدوسي على الزر تلاقي الدنيا اتفجرت وزي الفل مفيش حاجه. صح والله. إذا كانت الحكاية سهلة كده تعال انت البس الحزام ودوس. وبعدين بقى انت هتخلينا غير رأيي فيك يا رئيسة ولا ايه؟ هو انت فاكرة ان الجنة ببلاش؟ خلاص هفجر. سلام. في أمان الله.